ولا تأمين في الدين لأحد. يعني ماكو واحد عنده صك الغفران، اليوم أنا لبست أسود خدمت الزائرين خلاص بعد أنا ما أطب النار، ماكو شيء أمان. الإنسان الآخر لحظة من حياته هو يكون على قلق، على خوف، على وجل، على رجاء. حتى من ينجز خير ويعمل خير ويعمل أعمال صالحة يبقى هذا الإنسان في رجاء القبول، أنه أنا سويت عمل صالح، بس من يقول مقبول عند رب العالمين؟ لهذا بالقرآن الكريم يقول أن أعمل صالحا ترضاه. أحيانا أنا أعمل عمل صالح بس الله ما يقبله من عندي، شلون؟ أنا أجي أساعد لي فقير، هذا عمل صالح، بس بداخلي النية مختلفة، أنا أريد أبين قدام الناس أنه أنا كريم، أنا قدمت هذه الخدمات حتى يقولون أفضل من غيري، أنا أكرم واحد، أنا أحسن واحد. فإذا هذه كانت النية لمن؟ ما كانت لله. عمل صالح هو في حد ذاته مساعدة الآخرين عمل صالح، لكن النية شنو؟ الدوافع شنو؟ الأهداف من هذا العمل شنو؟ فأن يكون المؤمن في كل حاله هو متجه إلى الله ويرجو القبول في العمل.